مشاهدينا الكرام، من نهاية أمهر الإعلامية نشرة إخبارية نبدأها معكم بأبرز العناوين. أجرى نائب رئيس الوزراء تماس قنطرونه مناقشة مع كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. عقدت الجولة الثانية من الحوار بين إثيوبيا والصومال. بيان إثيوبيا بشأن المحادثات مع الصومال في أنقرة. توسيع فرص استثمارية جديدة في الزراعة بين إثيوبيا ومنظمة الفاو. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أجرى نائب رئيس الوزراء تماس قنطرونه مناقشة مع كبير الاقتصاديين في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الدكتور ماكسيمو توريرو. وقال نائب رئيس الوزراء في رسالة عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: إننا ذكرنا في مناقشتنا أن الدعم الفني والمالي الذي تقدمه منظمة الأغذية والزراعة يشكل جزء كبير من جهود إثيوبيا لتحديث نظامها الزراعي. ذكر أيضا أننا تواصلنا إلى تفاهم مع الدكتور ماكسيمو توريرا بشأن القضايا التي يمكن العمل بها مع المؤسسة من أجل التقلب على التحديات التي تواجه الزراعة الإثيوبية والاستفادة من الفرص. شكر نائب رئيس الوزراء المنظمة على دعمها المتعدد الأوجه للقطاع الزراعي في إثيوبيا. أعلن وزير الخارجية السفير تاياس كاسلاسي عن الجولة الثانية من الحوار بين إثيوبيا والصومال. وذكر السفير تايا على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجولة الثانية من المحادثات عقدت في أنقرة بتسهيل من تركيا. وقال: أنا متأكد من رغبة إثيوبيا المشروعة في أن يكون لها بوابة بحرية سيتم تحقيقها بطريقة سلمية بالتعاون مع جيراننا. كما عرب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن امتنانه لزيارة إثيوبيا قبل المحادثات. أوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الحكومة الإثيوبية تطلع إلى استمرار المحادثات مع الجانب الصومالي لحل الخلافات واستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة بعد انتهاء الجولة الثانية من المحادثات بين إثيوبيا والصومال برعاية تركيا والتي عقدت في أنقرة على مدار يومين. أكد البيان شكر حكومة إثيوبيا العميق لجمهورية تركيا وخاصة للرئيس رجب طيب أردوغان على مبادرته لجمع البلدين بهدف حل الخلافات الأخيرة. كما عربت إثيوبيا عن امتنانها لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان على زيارته لإثيوبيا ولقائه برئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، مما أظهر الدور الفعال لتركيا في تسهيل المحادثات. وأكد البيان على أن إثيوبيا تسعى لتحقيق مصلحتها المشروعة في تأمين الوصول الموثوق إلى البحر من خلال الوسائل السلمية، مشددا على سعي البلاد إلى تهدئة التوترات واستعادة العلاقات الطبيعية في المنطقة. يوضح البيان عن أمل الحكومة الإثيوبية في أن تكون الجولة الثالثة من المحادثات مع الصومال أكثر إثمارا. ناقش وزير الزراعة الإثيوبي الدكتور جيرما أمنتي مع وفد من منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو فرص الاستثمار الزراعي في إثيوبيا خلال منتدى الاستثمار الزراعي الإثيوبي. أكد الوزير أن وزارة الزراعة نجحت في تصميم وتنفيذ برامج زراعية متنوعة، مما جعل العديد من الدول الأفريقية تستفيد من تجربة إثيوبيا، خاصة في مجالات البصمة الخضراء وتنمية القمح المروي وبرنامج المائدة للوطن. وأشار إلى أن الفاو كانت ولا تزال شريكة تنموية طويلة الأمد لإثيوبيا، مضيفا أن الوزارة لعبت دورا كبيرا في تحقيق النتائج الإيجابية في مختلف القطاعات الزراعية. كما أوضح أن المنتدى سيوفر للمستثمرين فرص لفهم مجالات الاستثمار الرئيسية في الماكينة الزراعية وزراعة القمح المروي وصحة التربة وتنمية الأعلاف والحيوانات. من جانبه، أثنى كبير المستشارين الاقتصاديين لدى الفاو الدكتور ماكسيمو توريرو على إنجازات إثيوبيا في القطاع الزراعي، معتبرا إياها نموذجا يحتذى بها في الدول الأفريقية، مؤكدا استمرار دعم المنظمة لتعزيز هذه النجاحات. إثيوبيا تتخذ خطوات حاسمة في إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي لتحقيق النمو المستدام ومعالجة تحديات الديون والصرف الأجنبي. مزيد من التفاصيل في تقرير محمد نور جمال. في مسعى جاد لإنعاش الاقتصاد وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، اتخذت الحكومة الإثيوبية خطوات حاسمة لإصلاح سياسات الاقتصاد الكلي. فبين التحديات الاقتصادية وضغوط التضخم، تأتي هذه الإصلاحات كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام. وفي هذا السياق أدلى الخبير الاقتصادي
الاقتصادي البروفيسور أبابة شمالس حول الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي أعلنتها الحكومة الإثيوبية، مسلطا الضوء على أهمية هذه السياسات في تعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وأكد أن الهدف الأساسي من تغيير سياسات الاقتصاد الكلي هو دفع عجلة النمو الاقتصادي إلى الأمام وتحقيق معدلات نمو مزدوجة. ኢኮኖሚ ወደ ሁለት አሃዝ በላይ የሆነ የዋጋ ግሽበት إن وصول مؤشرات التضخم إلى مستويات مضاعفة في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة ناتجة عن عدة أسباب مختلفة، مما يضر بالمواطنين بشكل كبير ويؤثر على ثقة المستثمرين. الهدف الأساسي من تغيير سياسات الاقتصاد الكلي هو دفع نمو الاقتصاد إلى الأمام وتحقيق معدلات نمو مزدوجة، وهو ما تسعى الحكومة إلى تحقيقه، وهذا ليس بالأمر المستحيل. لتحقيق هذا الهدف يتطلب الأمر استعدادات ضرورية بالإضافة إلى إصلاح السياسات الاقتصادية وتطوير القوانين المتعلقة بها. من الضروري تكاتف كافة الجهات المعنية والعمل معا لتحقيق هدف مشترك. وأشار إلى أن الهدف الآخر من إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي هو معالجة قضية الصرف الأجنبي، واعتبر هذه الإصلاحات حلا لتحسين وضع الاقتصاد الإثيوبي والخروج من السياسات التي كانت تعرقل النمو الاقتصادي. الهدف الآخر من إصلاح سياسات الاقتصاد الكلي يتعلق بسوق الصرف الأجنبي. توجد أسواق رسمية لتداول العملات الأجنبية، ومع ذلك تلعب الأسواق غير الرسمية دورا كبيرا في تحديد أسعار العملات الأجنبية وتداولها. ومع هذه الإصلاحات أدخلت العملات الأجنبية إلى الاقتصاد، مما جعل الحصول عليها أسهل لأي شخص يرغب في ذلك. لذلك فإن الإصلاح الاقتصادي الأخير ليس جديدا، بل هو حل عبقري للنهوض بالاقتصاد الوطني والتخلص من السياسات الضارة التي تعوق النمو الاقتصادي. وأوضح البروفيسور أيضا مشكلة الديون التي كانت تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الكلي في البلاد. كانت الديون تشكل ضغطا كبيرا على الاقتصاد الكلي في بلادنا، ومع اقتراب موعد تسديد بعض الديون المستحقة منذ ما يقارب 15 عاما، بالإضافة إلى الصعوبات الدولية والمشاكل الداخلية، استمرت الحكومة في إنفاق مبالغ طائلة من العملات الصعبة لتسديد هذه الديون. هذا الوضع جعل من المستحيل الاستمرار في هذا الاتجاه دون إجراءات إصلاح اقتصادية والتفاوض مع وكالات التنمية الدولية وشركاء التنمية. ونتيجة لذلك حصلت البلاد على تمويلات كبيرة وتخفيضات في الديون، مما سيساعد على إنعاش الاقتصاد بوتيرة أسرع. ختاما، أكد البروفيسور شمالس على أهمية هذه الإصلاحات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في إثيوبيا، داعيا إلى تكاتف الجميع لتحقيق الأهداف المشتركة والارتقاء بالاقتصاد الإثيوبي إلى مستويات جديدة من النجاح. وقعت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية وثيقة مشتركة مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي. وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية للمرأة مذكرة تفاهم مع المكتب الإقليمي لشرق أفريقيا التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تهدف إلى مساعدة النساء وغيرهم من أفراد المجتمع المستضعفين في السنوات الثلاث المقبلة. وأوضح رئيس المكتب الإقليمي مارسيل كوامي أنهم سعداء بالعمل مع وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وخاصة حقوق المرأة، وإن هذه الوثيقة المشتركة ستساعد أيضا الفئات المتضعفة
المتضررة من المجتمع لأسباب مختلفة. سنعمل مع الوزارة لمنع الهجمات وانتهاكات الحقوق والإقصاء الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، ولذلك فإن الوثيقة المشتركة ستساعدنا على احترام حقوق النساء التي تعرضن للاعتداء بسبب عدم استقرار حقوق المرأة والقيام بأعمال أخرى. السبب وراء إعطاء الأولوية للنساء وأفراد المجتمع الضعفاء في هذا العمل هو أنهم متضررون عند نشوء الصراع وعدم الاستقرار، وسنعمل بالأعمال والمهام الملموسة معا. وقالت وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية الدكتورة إرجوغي تسفاي إن هذه الاتفاقية ستكون بمثابة دعم كبير لحقوق المرأة والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى حماية حقوق أفراد المجتمع المستضعفين. سيساعد عمل التواصل والتعاون الذي يستمر لمدة 3 سنوات النساء وأفراد المجتمع الضعفاء على الاستفادة من التنمية الشاملة، وسنعمل بشكل صحيح، وإنه سيساعد على العمل معا لمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية وانعدام السلام وعدم الاستقرار بشكل صحيح. إن الوثيقة المشتركة ليس شيء نوقعه للتو، ولكن يتعين علينا أن نعمل عليها بطريقة من شأنها إحداث تغيير مناسب في حياة الإثيوبيين، ومن أجل هذا العمل سنعمل معا على احترام حقوق الإنسان، ويحتاج جميع الإثيوبيين إلى احترام حقوقهم العمالية ويستحقون حياة أفضل. نحن نعمل على إنقاذ حقوق الاعتداء الجنسي والاستبعاد الاجتماعي والمساواة في الوصول بشكل صحيح. وهذه الوثيقة المشتركة التي تمت بين الجانبين ستكون بمثابة الإعلان عن الاستراتيجية العملية التالية. مشاهدينا الكرام، انتهت نشرتنا، ونذكركم بأبرز العناوين. أجرى نائب رئيس الوزراء تمس قنطرونة مناقشة مع كبير الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. عقدت الجولة الثانية من الحوار بين إثيوبيا والصومال. بيان إثيوبيا بشأن المحادثات مع الصومال في أنقرة. توسيع فرص استثمارية جديدة في الزراعة بين إثيوبيا ومنظمة الفاو. مشاهدينا الكرام، وهنا تنتهي نشرتنا. كانت معكم نزريت كندش. دمتم في رعاية الله وحفظه.